موجز اقتصادي جديد يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. تشهد أسعار الذهب استقرارا ملحوظا في التعاملات الصباحية حتى الآن، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب على مدار 3 أيام متتاليين، حيث استقر سعر عيار 21 الأكثر انتشارا بين أعيرة الذهب 774 جنيها، بينما سجل عيار 24 885 جنيها. أما عيار 18 الأوسط انتشارا بين أعيرة الذهب فقد بلغ 663 جنيها، فيما بلغ سعر جنيه الذهب 6192 جنيها، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها، وذلك باختلاف نوع عيار الذهب. وإلى أسعار العملات، حيث استقرت أسعار العملات اليوم داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، حيث أعلن البنك المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وبلغ 15.66 جنيهات قرشا للشراء و 15.75 جنيهات قرشا للبيع، بينما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 18.16 جنيهات للشراء و 18.28 قرشا للبيع. وأخيرا سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.18 جنيهات قرشا للشراء و4.20 جنيهات قرشا للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري. وإلى هنا ينتهي موجزنا الاقتصادي، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.